السلام عليكم دكتور سرير راوي في جراحة الأورام السرطانية من الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد. اليوم أكلمكم على موضوع مهم وشيق، هو موضوع أورام الغدة النكفية اللي يعرف باسم باروتيد تيومر. هذا الموضوع عام ويدخل حيز ريلي التفاعل مع الناس، بحيث يأتي المريض عند عقدة قريبة من الأذن، كما نشوف في هذا المريض أنه العقدة كبيرة تحت الأذن أو في مقابلة الأذن. هذه العقدة تكبر في الزمن، ويكون المريض لا يعرف عنها شيئاً، وإنما يروح يسوي له أشعة، وبالأشعة يظهر أنه عنده ورم كبير. فمثل ما نشوف الآن هذا الورم لمدة أشهر. بصورة عامة، هل هذا المرض خطير أم غير خطير؟ 90% من هذه الأمراض هو أمراض غير سرطانية، وإنما أمراض حميدة. العلاج البسيط لها يكون جدا سهل، ناخذ خزعة MRI مثل أو الكات سكان مثل هذه الصورة، والمريض يخضع بعدين إلى MDT للعملية. بس الشغلة الأساسية والمهمة، يظهر هذا الورم في أشكال متعددة، مثل ما نشوف بالنسبة للأشخاص البقية، صغير في موقع غير واضح، يعتبر البعض الأطباء عبارة عن عقدة لمفاوية ويرفعوها وينتهي في شلل العصب الوجهي، أو كبير تحت الأذن وبعيد عن الأذن، فلذلك يعتبر عبارة عن عقدة في الرقبة ويرفع، وبنفس الوقت يؤدي إلى قطع العصب الوجهي. وهذه مخاطر هذه العمليات، ويجب أن تكون تحت تيم مؤهل لعلاج هذه الأورام. 10% منها عبارة عن أورام سرطانية خبيثة، مثل ما نشوف الجلد وكلها متغير واحمرار مع ضرب الأذن في هذا الموضوع. يجب يكون الخزعة هي الشغلة الأساسية، التقييم من قبل التيم الكامل والMDT لمعرفة أحسن أبروتش لهذا المريض، وهذا هو المطلوب في علاج هذه الأورام. العملية سهلة وليس صعبة، لازم يكون في سنتر مؤهل لعمل هذه الأورام، ويقعدهم النيرف ستيميوليتر اللي هو كاشف العصب، وهذا مهم جدا. وبهذه الطريقة المريض بعد العملية وهو قاعد في الريكفري، الورم كومبلي راح، وشوف الوجه، عملية حركات الوجه وفتح الفم كاملة جدا وهو مبتسم، وها هي الصفة الحقيقية في علاج هذه الأورام. بصورة عامة، وراء 6 أشهر المريض اجى وبعلاء وكامل الابتسامة ووجهه طبيعي. النقطة الأساسية اللي أريد نوضحها لكم، أنه علاج الأورام السرطانية للغدة النكفية يجب يكون في تيم متخصص وإلى خبرة، لا أكثر من 100 كيس مسويها، وفي سنتر أكثر من 100 كيس، لحيث يعطيك الشفاء التام للعصب الوجهي. وفي سنتر موجود النيرف ستيميوليتر، وإحنا الحمد لله جبنا النيرف ستيميوليتر الآن في بغداد، وبدينا نؤهل المرضى لعلاج الأورام السرطانية في هذا الموضوع. ولكم جزير الشكر، والله يعافينا ويعافيكم. دكتور سدير راوي، جراح أخصائي أقدم في جراحة الأورام السرطانية من روزويل بارك كانسر انستيتيوت من الولايات المتحدة الأمريكية.